من إقليم الحوز ينضم إلينا موفد العربية مصطفى زارو. أهلا بك إلى هذه التغطية المتواصلة. أنا أشكرك يعني على تدفق المعلومات وكذلك أيضا التنقل من مكان إلى مكان. الآن صف لنا الصورة من حيث أنت، إن كانت لديك أي تحديثات مرتبطة بعمليات الإغاثة، مرتبطة بعمليات الإيواء، مرتبطة أيضا بعمليات الإمداد الغذائي والدوائي. أنا حتى أوضح أين أتواجد، أمام مصحة بأمز ميز، ولكن هذه المصحة البناية التي خلفي لا تستقبل المصابين، بل هناك خيمة تم نصبها لأن مبنى المصحة يعني به تصدعات، وبالتالي يتم تقديم الإسعافات الأولية إلى المصابين داخل الخيمة في الصورة التي ترونها حاليا. قبل قليل، قبل لحظات، يعني ألقيت نظرة على بداخل هذه الخيمة ولاحظت أن هناك 3 مصابين على الأسرة، بينما هناك أسرة أخرى فارغة، لأن من حين لآخر يتم نقل المصابين إليها عبر سيارات الإسعاف. بعضهم يترك بعد تلقي الإسعافات الأولية، وبعضهم ينقل إلى مستشفيات أخرى غالبيتها في مراكش. ولكن مصطفى يعني كيف يتواجد هؤلاء المصابين داخل هذا المستشفى وأنت تحدثت يعني أن هذا المركز به تصدعات في المبنى، وبالتالي لا يمكن يعني استقبال المزيد من الحالات، ولا يمكن إجراء العمليات الجراحية وما إلى ذلك؟ يعني كيف يتم يعني بقاء هؤلاء المصابين داخل هذا المستشفى؟ هم لا يظلون بداخل هذه الخيمة، ولكن إلا إذا كانت الإصابات طفيفة، وعادة ما يتلقون العلاج ومن ثم يغادرون الخيمة، بينما آخرون ينقلون إلى مستشفيات أخرى لأن حالتهم تستدعي. نعم، إذن أنت تتحدث عن الخيمة أو هذا المستشفى الميداني الذي نصبت خيمته بالقرب من المبنى الذي تعرض للتصدع، أليس كذلك؟ بالفعل. ومن حين لآخر نشاهد وصول سيارات الإسعاف، وأيضا حتى يعني مثلا بالنسبة هي سيارة للدرك الملكي. أيضا شاهدت قبل ساعات أول جثة وصلت إلى هذا المكان، ومن ثم تم نقلها لدفنها في روضة قريبة من هذا المكان. هذه عناصر القوات المغربية، يعني يتم نقلهم في مركبات ضخمة. وبنهاية هذا الشارع كانت لي مشاركة بخصوص يعني ساحة تم تجهيزها بخيم متواضعة، ولكن سيكون هناك يعني خيم أفضل بكثير تم تجهيزها من قبل القوات المسلحة الملكية، ويفترض طيب أن يتم إعطاء الدور. طيب مصطفى، يعني أنت تتحدث الآن من أمز ميز، يعني وهذه الخيمة التي نصبت بجوار هذا المشفى أو هذا المركز لتقديم الرعاية الطبية المؤقتة بالنسبة للناجين وكذلك المصابين جراء هذا الزلزال. بعد أن يتم استقبال هؤلاء المصابين في هذا المشفى المؤقت، إلى أين يتم نقلهم؟ الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية معقدة، الذين يحتاجون إلى رعاية يعني طبية فائقة، يعني أو ICU أو ما إلى ذلك من الخدمات الطبية، إلى أين يتم نقلهم؟ ما هو أقرب مشفى من هذا المكان؟ يعني أقرب يعني المشافي الكبيرة لأمز ميز وهي مدينة مراكش. هناك مستشفى محمد السادس، وأيضا مستشفى ابن سينا. أغلب المصابين في الحالات الخطرة يتم نقلهم إلى مستشفى
محمد السادس، هذا المستشفى الذي تم نقل وقائع وصول المصابين إليه مثلما أنا يعني قمت به طوال هذا اليوم من هذا المكان. بالإضافة يعني هناك مستشفيات أخرى ربما تحتاج إلى مواصلة العناية ولا تستدعي أن يعني يقومون بعمليات جراحية يعني في هذه المشافي. يعني حقيقة يعني عندما تشاهد يعني داخل هذه الخيمة السرة يعني قريبة جدا مع بعضها البعض. فريق طبي يقوم بتقديم هذه الإسعافات، وخلال تواجدي أمام هذه المصحة كانت هناك مركبات تصل بصناديق، وسألت سائق ما بهذه الصناديق، قال لي بأن هناك أدوية. بعدين طلبت منهم إذا إن كانت هذه من الحكومة أم من 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 مستشفى آخر، قال لي لا، هذه تبرعات فردية لي لهذا. نعم، كانت هنالك مبادرات شعبية تضافرت الجهود من أجل مسألة الإمداد الدوائي، حتى يعني أنا قرأت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هنالك أصحاب صيدليات تبرعوا بمخزون الدواء يعني من صيدلياتهم، وذلك إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومن أجل ضمان استمرار مسألة الإمداد الدوائي. ولكن هذا يفتح الباب للسؤال حول المنطقة التي أنت متواجد فيها أو هذا المركز الصحي في أمزميز، يعني هل هنالك وفق مشاهداتك هل هنالك عدد أسرة كافي؟ هل هنالك أسطوانات أكسجين يحتاجونها في هذا المكان؟ أنا أتحدث عن يعني الأشياء اللوجستية، المعينات اللوجستية التي تساعد أي فريق طبي لأداء مهامه بالشكل الأمثل والشكل الأفضل. يعني عندما ألقيت النظرة على بداخل هذه الخيمة، يعني عدد الأسرة لا يتجاوز 12 سريرا، لكن بالنسبة للأكسجين لاحظت أن هناك قوارير الأكسجين، يعني هناك مستلزمات بسيطة للمصابين يتم التعامل معهم، يعني جروح عندما يكون هناك كسر في العظام يتم نقلهم إلى غير مكان. يعني مثلا تشاهد أن أب وطفل تم يعني نقلهم إلى هذا المشفى المؤقت، وبعدين اكتشفنا بأن الطفل يعني مصاب بكسر في رجله وتم نقله إلى مراكش، حيث سيتم إجراء عملية جراحية له في رجله. الملاحظ الآن أن وصول سيارات الإسعاف ليس بالسرعة وليس بالعدد الذي كنت ألاحظه خلال الساعات الماضية بالنهار، ولربما هذا مؤشر على أن ربما عملية الإغاثة وإنقاذ يعني المنكوبين يعني ربما شبه معدومة بسبب نحن في وقت متأخر من ليل الأحد، وبالتالي يعني عمليات الإنقاذ عادة ما تكون بالنهار وفي الساعات الأولى من المساء، ليست في مثلا في هذا الوقت. يعني نحن نقترب من الساعة أو تجاوزنا الساعة 11:30. طيب يعني إن كنت قد تحدثت إلى الفرق الطبية التي تقوم بمهام الرعاية الصحية والرعاية الطبية في هذا المشفى في أمزميز، يعني هل لمست أن هنالك أولويات لابد من توفيرها يعني بشكل عاجل وبشكل سريع؟ يعني لأننا نتحدث عن زلزال، وبالتالي نتحدث عن إصابات متفاوتة، هنالك إصابات من الدرجة الأولى، هنالك ربما حالات إغماءات فقط، هنالك جروح سطحية، هنالك كسور، هنالك حالات اختناق وما إلى ذلك.
يعني حقيقة الإصابات التي يتم التعامل معها من قبل الطاقم الطبي تتعلق بجروح بسيطة، بكدمات، مثل ما ذكرت، ربما حتى بعض الإغماءات. وأيضا عندما يشعر الشخص بدوخة يعني وغثيان يتم التعامل مع هذه الحالات. لكن الحالات المعقدة، الحالات الصحية المعقدة، يعني يتم نقل أصحابها إلى مستشفيات أخرى. أنا أعرف بأن أكبر المستشفيات لأمزميز وهي مستشفيات في مراكش. بطبيعة الحال سنكون في متابعة معك مصطفى زارو، موفد العربية. كنت معنا من إقليم الحوز، تحديدا من منطقة أمزميز، وهي من المناطق المتضررة جراء هذا الزلزال المدمر.